لكم البنات، انا رجعت لكم اليوم بالقنيطره وفول عار. دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي لاباس؟ اليوم نهار جديد، فيديو جديد. كنشكر كل الناس اللي دخلوا ودعموني وساندوني، الله يجازيهم بخير. شكرا 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 بزاف 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 بزاف. وكنتمنى تعاودوا تزيدوا تدعموني وتعدوني ويعجبكم المحتوى. واخا يلا باديه باديه، مي شويه شويه باقا كنحشم الكاميرا وداكشي. المهم اليوم غادي نشارك معكم، غادي يجيو عندي واحد لوكوبل يتغداو عندي، كيحماقوا على سكسو وداكشي. اليوم الحد، عارفين اللي ما كنخدمش، قول لي فاتي ديري لنا سكسو. با غادي ندير سكسو وهم ها نتوما معايا. فوالا شعلوا البوطه، ديروا الزيت. فوالا يعني كندير الزيت البلديه، ديروا الزيت. ابخي ندير الدجاج، هذا الدجاج البلدي، الدجاج ابخي ندير البصله، وندير العطريه ديال السكسو، عطرية ديال السكسو. ندير مطيشة اللي تشحر شوية، وندير شوية القزبر ومعدنوس. خلاص الملحة ضروري منها. فوالا ندير شويه الملح ونحرك شويه هكذا، ضروري حرك ضروري. هذا كيعجبني هذا السكسو، نشحرو مزيان ونحركو. حركو مزيان، نتسناو تشحر شويه. شحرو مزيان، هانتوما معايا تيكوب. شحر مزيان، شحر مزيان. كنديرو نزيدو الحمص، حمص هذا ومن بعد كنديرو هاد الوشو هذا، حيت قاصح مع الدجاج. يلاه يلاه كندير واحد صحيح مع الدجاج، يلاه يلاه. ونمرقو نمرقو. ها الكسكسو ديالنا دابا غيطيب، على خاطر نزيد واحد شويه ديال الماء. فوالا وهنايا ايسي دايره التفايه، غديروا ان شاء الله بالتفايه. انا ما عنديش شويه اتساع، راه عندي كويزين امريكان، ما عنديش هذا، مي كنشارك معكم داكشي اللي كناكل وصافي. هذا نشارك معكم، من بعد غادي نوري لكم كيفاش نخلي البصله مزيان تشحر. راه درت لها غير نص كاس ديال نص كاس د الماء، خليها تشحر مزيان ومن بعد غنوريها لكم. كتجي غزاله، درتها وعاود درتها وعاود درتها، كتجي معسله ودوغي، كتجي غزاله 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 مزيان. ها
غادي نغطيها نخليها غير بداك البخار كطيب البصله، طيب البصله مزيان. وهنا صافي غادي نخلي الدجاج ديالنا وهذا يطيب حتى لواحد القسمين ولا ثلاثه ديال 3 كوارت دور، ومن بعد خليكم معايا نغطيه باش يطيب. خليكم معايا. وهنايا كاينه السميده ديالنا الكسكس، غادي نديرو سكسو. درتو يترطب مزيان، ومن بعد غادي نديرو يفور. كنخلطو انايا لي غران، كنخلطو كندير فيها شويه ديال الزيت مزيان، وكنديرو بحال هكا بالزيت ونرش عليه الماء، وكنخليه كندير له واحد شويه ديال الماء طايب، كنخليه مزيان باش كيشرب. ومن بعد عاد كنبقى هكا نفكو حبه حبه، كنفكو حبه حبه. بقاو معايا خوتي، بقاو معايا، هانتوما معايا الزينات ديالي. وانا رجعت معكم باش ندير معكم نوري لكم كيفاش كندير التفايه ديالي معسله. كنديرها من بعد فوق السكسو بحال ديكور فوق السكسو داكشي، وغنوريكم شنو كندير فيها، حيت كل واحد كيديرها بطريقه ديالو. غنوريكم شنو كندير فيها. هانتوما كندير واحد معلقه ديال ديال الزبده، كندير كندير شويه ديال القرفه، معلقه ديال القهوه ديال القرفه، كنحرك بحال هكذا باش ما تبقى تحرقش ليا من الزبده تتدير. كندير خبيصه ديال الملحه، ضروري من الملحه، وكندير زعفران شعره كيعطي واحد المذاق، واحد النسمه، واحد شويه ديال اللون كيعاون في اللون، وصافي ملي كيعطي المذاق زعفران الحره كلشي عارف. انا بعد شي كنوريه حيت يتفرجوا فيا الميمات، كيتفرجوا فيا الاخوات، كيتفرجوا فيا صحاباتي، كيتفرجوا فيا الرجال، كيتفرجوا فيا خوتي. كنتمنى يعجبهم هذا الفيديو ويديروا لي لايك ويعاونوني ويساندوني، وسورتو الميمات. دي واحد تقريبا 4 ديال السكر، 4 ديال الكارويات ديال السكر، ومن بعد كنخليها تتعسل مزيان كما عرفتي واحد تقريبا شي نص ساعه، وانتي تبقاي تحركي بحال هكذا. ومن بعد غادي نوريكم النهايه ديال هذه التفايه ديالنا معسله كيفاش كتجي. وسكسو ها هو كيطيب، شويه غادي نرمي الخيزو، ولا نرميه دابا نيت خيزو ولفت، رمي شويه ديال الخيزو ولفت. هنا مع الدجاج كيطيب كلشي مزيان حتى القرعه، من بعد غادي نشوف هذا يقرب يطيب ونجيبها. ندير اللفت وهذه التفايه ما تبقاوش تغفلوا عليها، التفايه خاصك دائما تبقاي حداها باش كطيب وكتعسل مزيان. نزيدو حتى اللفت، ها هو لي انا عندي كوزينه صغيره، انا كنشارك معكم غير شنو كندير، ما دايرهاش القناه ديال الطبخ ولا شي حاجه باش نوري كل شيء على ما يرام. وهذا عندي غير كوزينه على قد الحال، وقت فيها انا ما يوقف فيها حتى واحد اخر، كنديروا لهم بوطياج خاص واحد يدخل، ملي تيدخل الراجل ديالي وكنبقاو هكا تنقولوا اما انت اما انا. ونخليوها حتى طيب، وهذه هيا معانا كتدير، وهانتوما معانا يا خوتي يا حبيبتي. كنتمنى لكل مريض الله يشافيه، كنتمنى الله يطول عمر الميمات ان شاء الله، وكنتمنى اللي كيتمنى شي حاجه الله يسهل عليه. كنتمنى كل السعاده والهنا والراحه لكل واحد في هذا هاد الدنيا،
وبقاو معايا ما تمشيو فين. ايوا السكسو ديالنا وجد، كي قلت لكم سكسو بالتفايا صحابي يا حبابي. ها هو والضياف ديالنا راه جاو. ها هي التفايا اللي قلت لكم كاينه بالزبيب، شتي كي كتجي محمره كتجي غزاله محمره. ولاصوص كندير جوج لاصوص جوج هذا، وكنتمنى تقبلوا عليا وتدخلوا عندي وتشوفوا كنتمنى تدخلوا عندي وتشوفوا الفيديو ديالي وتشجعوني وديروا لي لايك وابوني وشكرا، الله يجازيكم بخير. وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتشجعوني، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.